الله الرحمن الرحيم. النهاردة مصر بتمر بمرحلة حاسمة في تاريخها، وهي الانتخابات الرئاسية 2018، وده بيتطلب مننا كلنا ان احنا نكون بنرسم صورة لمصر امام كل دول العالم. محتاجين النهاردة ان احنا نبرز دور المواطن المصري والشعب المصري في القدرة على اتخاذ خطوات للتنمية للنهوض بمصر، وده لن يتأتى إلا إذا كنا قادرين أن نؤكد للعالم في الداخل وفي الخارج أن المواطن المصري والشعب المصري قادر على ذلك. إحنا النهاردة قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية في سيناء الحبيبة بتجيب كل الحقوق لشهدائنا، بتجيب طار اللي ماتوا. النهاردة احنا محتاجين ايضا هذا الارهاب الاسود اللي بينادي بمقاطعة الانتخابات ان احنا نرد عليه رد حاسم، وهذا الرد الحاسم بان المواطن يثبت للعالم كله انه قادر وانه يكون موجود وانه يرسم صورة حقيقية عشان نجيب حق الشهداء منسي ومغربي والشبراوي، ونقدم للمصريين ونقدم لدول العالم كلها صورة حقيقية عن مصر تؤكد أن المواطن المصري وأن الشعب المصري هو صاحب الحق الأول في رسم كل الخطوات التي تسعى لتنمية دولته مصر الحبيبة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا فندم.